نبداو على بركة الله. باش نخدموا نسحقوا 8 بيض، ربع مغارف تاع اكل تاع زيت، نسحقوا 200 غرام تاع سكر عادي ما يعادل كاس، نسحقوا 200 غرام تاع فرين، نسحقوا ملعقة صغيرة تاع لافاني، نسحقوا ملعقة صغيرة تاع خميرة كيميائية، نسحقوا رشة ماء ملح. نبداو على بركة الله. نحتاج 4 صفار بيض، 500 غرام تاع حليب اي نص لتر، نسحقوا 200 غرام تاع سكر، 300 غرام تاع ماء، 3 مغارف تاع اكل مايزينا، نسحقوا اغوم. انا بغيت نختار كامل، نتوما تختاروا، نجموا تختاروا اي اغوم. نبداو على بركة الله. كازول نحطوا فيها كاع الحليب، بسم الله، نديرو غير نص لاكونتيتي تاع السكر. ودروك نحطو من فوق النار، نخلو حتى يغلي، ودروك نديرو صفار البيض تاعنا مع السكر اللي كان باقي، نزيدو مايزينا دروك. Thank you.
يديرنا شي حبيبات. تبرد من بعد نزيدو لها الدهن ولا غوم. بالنسبه للسيرو نسحقو كاس ماء وكاس سكر. نقص لا كونتيتي تاع الماء حتى كيغلي نزيدو نص الباقي. هنا راكم تشوفوا راهي غلات، نزيدو لها لكونتيتي كانت باقية تما تاع الماء ونخلوها تغلي شوية ونطفو عليها. مايزينا ما يعادل مول ونص كبيرة مايزينا.
نسحق 16 غرام تاع الجيلاتين بودر ما يعادل ملعقة كبيرة كاملة كاع معمرة، ونسحق 2 مغارف تاع أكل تعم. نبدأ على بركة الله. هذه المادة 350 غرام، ندو من 6 مغارف ونحطهم مع النشا. معمرين ونخلطهم باش نقضوا على كاع الكويرات. دروك نديرو هادوك 2 مغارف تاع ماء في الجيلاتين ونخلطوها ونخلوها على جنب. نخلطوها مليح دروك غادي نفرغوا السكر تاعنا كاع ونخلوه فوق نار هاديه باش يذوب. كما راكم تشوفوا دروك نحطوه فوق النار باش نبقاو نخلطوا فيه بمغرف ولا غير نحركوا هكا. كما كنتم تشوفوا دروك راهم دابوا لنا شويه هذوك الحبيبات خاصهم يذوبوا كاع. كما كنتم تشوفوا هو داب. دروك نزيدوا لهذاك الماء بصح خاصكم تجيبوا واحد كبير باش ما يطيش عليكم هذاك الماء. نزيدوا الماء باش يبرد كرامات. نقلعوهم فوق النار ونفرغوا المازينة تاعنا ونخلطوه بسرعة. خمليكيت طبعا. دروك نخلوها فوق النار ونكون حركو ونخلوها حتى تغلي. نقلعوها فوق النار. كيما تشوفوا ها هو بدا يدير فقاعات. خلوه يزيد يغلي غير شويه ونطفو عليه النار. دروك قلعناها من فوق النار، نزيدو لها الجيلاتين. وكي تولي لكم جيلاتين هكا ما تخافوش راهي مليحه عادي. دروك نصفوها باش ما يبقوش الحبيبات. دروك غادي نغطوها ونخلوها تبرد. دروك كيما راكم تشوفوا نغطوها ونخلوها تبرد. We'll be right back.
مشتركين وتخلونا تعليق إذا جربتوها وعجبتكم ولا لا. مع السلامة.